حنا راه فرحانين بزاف بزاف بزاف، وابتداء ان شاء الله من غدا غنبداو نخرجوا، ومكناس راه الصنف الاول، وخا غادي نخرجوا راه غنكونوا محترمين المسافه ديال الامان والكمامات. الحمد لله راك عارف مكناس تكلاصا في الصنف الاول، والحمد لله راك عارف غدا ان شاء الله ابتداء من غدا غادي نخرجوا، وكنطلبوا من جميع المواطنين والساكنين ديال الدسك وفكران يلتزموا بالوقايه ديالهم ويديروا الكمامات ديالهم ويحترموا مسافات الامان، وكنطلبوا من الله يزيد يرفع علينا هذا الوباء، ورحنا في قمه السعاده وفرحانين. واش غنقول لك، الفرحه ديالنا راه ما كتوصفش. وكنشكروا الناس المسؤولين اللي سهروا على هذا الشيء ديالنا ووقفوا معنا، وكنطلبوا من الله ان شاء الله يبعد علينا هذا الوباء. احنا فرحانين بالنسبه للعمله ديال مكناس، جات مصنفه في الصنف الاول ديال الحجر الصحي بالنسبه لرفع الحجر الصحي. الحمد لله حنا فرحانين، باش بعد الحمد لله غيكون عندنا شويه ديال الحريه باش نقدروا نخرجوا ونشوفوا الاصدقاء، وبشويه بشويه ان شاء الله. وبالنسبه للكمامات غادي يبقاو نديروهم ان شاء الله باش ما نطيحوش في واحد المشكل اخر اللي هو عاوتاني بالنسبه للكمامه راه غادي تكون ضروريه. الحمد لله حنا فرحانين باش الحمد لله نقدروا بعدا نتنفسوا شويه ونخرجوا. الواحد راه ضروري غادي ياخذ الاحتياطات ديالو. وبالنسبه للعمله مكناس، الحمد لله حنا فرحانين فاش تصنفات في الاول، والحمد لله بعدا غادي نديروا احتياطات. الى عسيله مدينه بوكران الجميله، وبهذه المناسبه ديال رفع الحجر الصحي تلاحظ بان الحمد لله دخلت واحد الفرحه وواحد البهجه والسرور على النفوس ديال الساكنه ديال مدينه بوفكران من بعد هاد 3 شهور هذه ديال الحجر الصحي. الناس الحمد لله كيتوسموا خير، وكنشكروا اولا وقبل كل شيء الصاهرين على يعني الحجر الصحي، وعلى الناس اللي هما تصابوا يعني في جهه ديال فاس مكناس. والحمد لله دابا تصنفات جهه فاس مكناس، وخصوصا مكناس الرقم الاول، يعني غادي ترفع الحجر تدريجيا، وغادي يكون يعني هناك الاحتياطات، يعني كاين بعض التبعيات اللي كتكون بعد هذا الحجر هذه اللي خصنا نحتاطوا منها. حنا الحمد لله فرحانين، وغادي نلتزموا بالكمامات كما كتشوفوا، وغادي نلتزموا كذلك بديك التباعد يعني فيما بيننا المسافه ديال الامان. وكنطلب من الساكنه ديال مدينه بوكران تزيد من الحيطه والحذر، لان ماشي نقولوا يعني ترفع هذا الحجر هذا راه صافي راه حنا برينا البر الامان، لا، كيكونوا هناك بعض التبعيات. ولكن الحمد لله عندي يقين بان الساكنه ديال مدينه بوفكران وديال مكناس يعني جنود مجندين حتى هما، وعندهم واحد الحيطه والحذر، وكيسيروا الوضع وكيسيروا كذلك التعليمات ديال السلطات المحليه وديال الناس المختصين في القطاع ديال الصحه، يعني ديك المتطلبات وديك التعليمات ديالهم راه حنا الحمد لله غاديين فيها، والحمد لله غادي يستأنف العمل تدريجيا، وهذا كيبشر بالخير بان الحمد لله المغاربه واعيين من طنجه حتى للقويره، ودائما ملتزمين ودائما من وراء صاحب الجلاله نصره الله. وشكرا للجميع.